التقى الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بالجنرال روبرت نيلر قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية بجامعة المشاة البحرية الأمريكية في مدينة كوانيتكو بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش تخرج سموه من دورة القيادة والأركان بالجامعة. وفي بداية اللقاء نقل الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحياتي وتقدير جلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي. بعدها استعرض سموه مع الجنرال روبرت العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وما وصلت إليه العلاقة بين قوة دفاع البحرين والجيش الأمريكي من تطور وازدهار، والذي انعكس على تحقيق التعاون والشراكة في هذا المجال. كما تطرق سموه إلى السبل الكفيلة لتعزيز التعاون وفتح أفاق أرحب من التنسيق المشترك بين قوات المشاة البحرية الأمريكية وقوة الحرس الملكي الخاصة بهدف تنمية القدرات والإمكانيات العسكرية للضباط وأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة. من جانبه أكد الجنرال روبرت نيلر قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية أن الأبواب مفتوحة لتعزيز العلاقة المشتركة بين قوات المشاة البحرية الأمريكية وقوة الحرس الملكي الخاصة، والتي تدفع نحو استمرار العلاقات والشراكة المثمرة بين البلدين في هذا المجال. هذا وكان الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة قد أنهى دورة القيادة والأركان المشتركة بجامعة المشاة البحرية الأمريكية في مدينة كوانيتكو بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بالجامعة بحضور نجليه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة وسعادة السفير الشيخ عبد الله بن محمد بن خليفة آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والعميد طارق غالي الملحق العسكري البحريني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من القادة وكبار الضباط. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بحصوله على شهادة التخرج بهذا التحصيل العلمي الذي يعد أحد أهم وأبرز التخصصات العلمية في المجال العسكري، والذي يهدف لرفع المستوى والكفاءة العسكرية، مؤكدا سموه أن هذه الدورة ستكون دافعا لسموه نحو بذل قصارى جهده لخدمة الوطن والملك. وقد توجه سموه بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى على دعم جلالته الكبير، والذي منح جلالته الدافعة نحو إنهاء دورة القيادة والأركان بنجاح. وثمن سموه متابعة ومؤازرة العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي لسموه خلال مراحل الدورة، والذي انعكس بصورة واضحة على إنهاء هذه الدورة. وأعرب الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن بالغ السعادة بفرحة نجلي سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة خلال حفل التخرج، معربا سموه عن أمنياته بأن يكون بالنسبة لهم المثل الأعلى وقدوتهم دائما. وقد هنأ سموه الرائد الشيخ حسن بن محمد آل خليفة بمناسبة تخرجه من هذه الدورة، مؤكدا سموه أنه كان نموذجا للشباب البحريني المثابر الباحث عن التحصيل العلمي والمعرفي وتنمية الثقافة وتعزيز المهارة والكفاءة التي ستنعكس بكل تأكيد على أدائه الوظيفي، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية لخدمة وطننا العزيز.